السلام عليكم أيها التلاميذ الأعزاء، ذو الجذوع المشتركة للتعليم الثانوي التأهيلي جذع العلوم وجذع التكنولوجيا. أقدم لكم السلسلة الأولى من درس ترتيب في المجموعة الأخيرة خاصة بالجذوع المشتركة، مقارنة عددين حقيقيين. يمكنكم أن توقفوا الفيديو لتتمكنوا من نقل هذه الأعداد ومقارنتها. مقارنة عددين حقيقيين، يمكنكم أن توقفوا الفيديو وإنجاز هذه المقارنة. هناك عدة مقارنات، 6 مقارنات. نبدأ بالمقارنة الأولى. مقارنة الثانية. مقارنة الثالثة. مقارنة الرابعة. هناك أعداد. ثم المقارنة الخامسة. ثم السادسة. يمكنكم أن توقفوا الفيديو حيثما شئتم وتنقلوا الأعداد ومقارنتها في دفتركم الخاص بالرياضيات، وسوف أقوم بتصحيح هذه السلسلة لاحقا إن شاء الله. إذن سوف أعيد، هناك عدة مقارنات لعددين حقيقيين A و B. يمكنكم أن توقفوا الفيديو حيثما شئتم لكي تنقلوا هذه الأعداد ومقارنتها سوف أقوم بإنجاز هذه السلسلة لاحقا في الفيديو اللاحق إن شاء الله. أتمنى لكم حظ سعيد وبالنجاح والتوفيق إن شاء الله.